السلام عليكم، معاكم محمود. حلقة النهاردة بكشف أسرار وخبايا عني رقم واحد وعن الحياة في روسيا رقم اتنين. هل تعلم يا أخي إن أنا في بعض فيديوهاتي بستعين ببعض الأطروحات لمجرد فقط إن أنا أعرف بس إيه نوعية المشاهدي المحتوى بتاعي، بيركزوا مركزين ولا لأ؟ لأن أنا بصراحة شايف إن آفة كبيرة جدا في مجتمعنا عدم التركيز. يعني مثلا أنا عندي عادة، مثلا في معظم القمصان بحب إن الياقة تكون متنية كده، والياقة دي تكون مفرودة كده، ليها شكل معين أنا بكويها على الشكل ده، ستايل أنا بحبه. فتلاقي حد ساب الحلقة كلها اللي هي 19 دقيقة ويقول لي هو حضرتك بس الياقة بكويها كويس عشان مش عارف إيه. يا باشا أنا بحبها كده، أنا عاملها كده. لو لاحظت في تقريبا تلت الفيديوهات اللي انا عاملها ببولو تي شيرت او تيشيرتات اللي هي البولو هتلاقيها كده. جزء كبير من الحلقات اللي معموله وانا لابس قميص هتلاقي الياقه كده نفس الشكل بالظبط. فدي حاجه ستايل خاص بيا، ما تخشش حد يعني قصدي، ولكن انا ممكن اطلع بقميص عادي، ولكن انا قصد اعملها عشان الناس اللي ما بتركزش. ارصد كام في الميه الناس، يعني الناس عاده في حلقات كتيره بيعلقوا تعليقات بسيطه اللي هو كتر خيرك، جزاك الله خيرا والكلام ده، لكن انهم يسالوا سؤال في الحلقه دي نادره قوي. فافاجئ ان الناس اللي معلقه مثلا فيديو عليه تعليقين اللي هو جزاك الله خيرا والكلام ده وخمس ست تعليقات بيتكلموا على الياقه بس. فبعمل حاجات احيانا في يعني بعد الملاحظه دي بقيت اعمل حاجات معينه او اقول كحاجات يعني معينه في الحلقه علشان اشوف عددكم كام الناس اللي ما بتركزش. يعني مثلا انا ماشي في الشارع كده وبتاع، وبعد كده راجع في واحد يقول لي على فكره الشارع ده موجود في فولجا جراد واصلا في موسكو. يعني حد مش يعني ركز في اللا حلقه، يعني ساب الحلقه وركز في الشارع ويا ريته جابها صح. يعني قال لك لا الشارع ده في فولجا جراد، ده مش في فولجا جراد، احنا حاليا انا في موسكو مثلا. تقدر تميز ان دي موسكو؟ طيب حاجه كمان بقول نكت او حاجات كده وانا عارف ان في ناس هتركز فيها او كده. يعني مثلا في اغنيه انا ما كنتش فاكرها قوي اللي هي اغنيه ايه، بيقول لك حبيبي دخلك عود، ودي كانت نكته بيني وبين اصحابي وبتاع ده. نقول لهم ايه، واحد بيقول لي يا اخي مش فاهم، انا طبعا اعرف اللغه الشاميه واعرف اللغه اللبنانيه واللهجه، قصدي يعني اللهجات دي كلها لا تخفى عليا، ولكن هي الفكره كلها ان انا هي مزحه. فبقول ان في واحد بيوصي صديقه بيقول له يا حبيبي دخلك عود، وانت ماشي كده في شجر فيه عود وبتاع ممكن يشكك يخش في كرشك بتاع، خلي بالك دخلك عود، في عود داخل عليك، دخلك ده دخلك دخل فيك بالفعل يعني، فدي مزحه. فحد يقول لي لا لا اصل دي معناها انا مقبل عليك او حاجه. طبعا انا قبل ما اشوف الكومنتات انا عارف ان حد هيقول كده، ومش واحد ولا اتنين ولا ثلاثة، لا ده هيبقوا خمسة ستة. انا عارف مسبقا الفيديو مثلا شافوا 100 واحد ولا 200 واحد، منهم خمسة ستة سابوا الفيديو كله ومسكوا في الحتة دي وعملوا عليها كومنت، مع ان انا طالب منك، اذا هطلب منك حاجة اصلا هطلب منك كومنت تعليقك على الحلقة نفسها. يا سلام لو كنت تصحح لي، مش اغنيه لا، تصحح لي المعلومه مثلا اللي انا بقولها، تقول لي مثلا إيه على فكره مدينه كذا ما فيهاش الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه دونا عن روسيا كلها، فتديني معلومه جديده، تصحح لي شيء ما، تقول رايك مثلا، تقول انا اتفق معاك اعترض مع اي حاجه، لكن اللي هي الحاجات اللي تفيد تفيدنا احنا الاثنين انا وانت. لكن حاجه لا تفيد خالص كده يعني، وتعب نفسك وكاتب كومنت، كنت وفر يا راجل الحبر اللي كتبت بيه الكومنت. واحد برده ايه، كنت بعمل حلقه وانا في عربيه، فواحد برضو سايب الحلقه كلها ويقول العربيه دي نوعها كذا مش عارف، بس دي جبتها بكام يا باشمهندس؟ هو لو الاجابه هتفيدك انا كنت جاوبت بصراحه، بس ما جاوبتش يعني لان حضرتك مش مركز. وانا قاصد ان انا ما بحبش على فكره اعمل الحلقات بتاعتي مؤخرا، يعني بطلت ان انا اعمل حلقات في البيت لو تلاحظوا، يعني الا الحلقات القديمه مثلا ممكن تبقى معموله في ركن في البيت ولا حاجه، فلا في البيت ولا في العربيه. وبحاول كمان ما اعملش حلقات في الشغل الا لما يبقى عندي فكره وخايف انها تطير، فساعتها بعملها في مكتبي كده وانا قاعد، ودي نسبتها قليله جدا، ما اعتقدش ان في حد لاحظها. يعني الحلقات اللي معموله سواء في المكتب او في احد بيوت او مكان سكن يعني. المهم
فانا ببقى قاصد ان انا اديك يعني مزحه كده او نكته الشخص الطبيعي بيعديها نكته وخلصت، لكن الشخص اللي مش طبيعي قوي وبيركز في النقائص او في الفسافيس او كده يجي يقول لك على فكره في الدقيقه مش عارف كام وكام انت قلت كذا وهو كذا، ممكن تكون زلت لسان بقى انا مش قصدها، دي حاجات تانية برضه، فيسيب الفيديو كله ويركز في النقائص دي. فبسبب هذا انا اتعمدت في فيديوهات كتيره اجيب حته كده ايه خاطئه من باب الهزار، الشخص الطبيعي هيفهمها هزار، لكن الشخص المتربص عمره ما هياخد باله ان هي هزار وهيقول لك لا لا انت قلتها غلط، هي اللي قلتها غلط. دي نكته في الاول وفي الاخر. فده حاجه. في حاجات بقى ايه عايز اقول لك عليها في روسيا، انتوا عارفين ان التواليت في روسيا في بعض الاماكن بفلوس وفي معظم الاماكن حاليا مجانا، لكن امتى بدا بفلوس؟ دي في ناس كتير في روسيا على فكره ما تعرفش الاجابه السؤال ده. من نهايه حكم بريجنيف بداوا يعملوا حمامات عموميه يعني ايه حديثه، وقالوا هنعملها بفلوس عشان الصيانه بتاعتها وكده، لان كان في مشكله في روسيا فعلا ان الحمامات العموميه تقريبا ما فيش حاجه عدله، يعني صندوق خشب كده في الحديقه وبتاع، والبنات صراحه والستات وكده كانوا اما يحتاجوا التواليت الله يعزكم بالذات الستات يعني او الرجاله يروحوا في الغابه كده وتقلع ويعني وبيبقى الوضع بصراحه يعني مزري جدا يعني، بس هم اتعودوا على كده. فعشان يرتقوا بالمجتمع الروسي قال لك ايه احنا هنعمل حمامات عموميه ونبتدي بقى ايه نخليها بفلوس، في محطات القطار في محطات الاتوبيسات في المولات في كل حته هتبقى بمقابل، بقت ساعتها بكابيك حاجات كده 40 كابيك 50 كابيك، وبعد كده بقت بروبل، وبعد كده ايه بقت ب 2 روبل و 3 روبل، وقعدت تجري لحد ما وصلت ايه ل 25 روبل و 30 روبل لحد من حاجه قريبه، لحد دلوقتي في اماكن وجمهوريات روسيه لسه فيها التواليت بفلوس. فدي من الاسرار برضو او من المعلومات اللي حابب بقول لك عليها في روسيا عشان ما تتفاجئش. طيب دي حاجه. طبعا في دول عربيه فيها الحمام بفلوس برضو يعني مش حاجه غريبه، بس الدول المتطوره الحديثه زي المفروض روسيا وزي موسكو كده معظم الحمامات في المولات خلاص بقت مجانا وفي محطه القطارات ومحطه الحافلات. طيب هقول لك على سر برضو ايه دفين كده عن روسيا، معظم المستشفيات بالذات ضواحي موسكو وبعض مستشفيات سانت بيترسبورغ وبعض الضواحي سانت بيترسبورغ، انا بكلمك عن المدن الكبرى، كان في طبيب واحد بيقوم بحاجتين ثلاثه مناوب، رغم ان احنا بالنهار بس تروح هو طبيب مثلا انت قلت عندي حرارتي مرتفعه وبطني وجعاني ومش عارف ايه، فتلاقي هي كلينيك واحده او غرفه واحده يقول لك اه ده الامراض البطنه وده للانف والاذن والحنجر مع الاثنين مع بعض. ازاي؟ يقول لك لا اصل ما فيش دكاتره لكل مجال، يعني في عجز في الدكاتره. ازاي يا جدع ده؟ انا بكلمك على حاجه كانت موجوده لحد من 30 سنه قريب يعني او من 25 سنه كمان. فتروح تكشف يعني يقول لك انت ليه عايز كشفين؟ ما هم دكتور واحد. احكي له كل اللي عندك، فانت كان الدكتور بيبقى متعاطف معاك وانت متعاطف معاه، يا عيني انت شايل العيادتين ثلاثه. برضه بتاع الجراحه بتلاقيه معاه العظام، يعني طب ازاي ده حاجه وده حاجه؟ معلش اصل ما فيش دكتور عظام فده هيقوم بس بتفهم في العظام، يقول لك اه قريت الكتابين بتوع العظام عندك ايه كسره هنجبرك ايه هيكون ايه يعني بتوع العظام عندك روماتيزم وبتاع هنديك مرهم، ما هو مرهم واحد ولا دهان واحد الموجود في الجمهوريه في الاتحاد السوفيتي كله. كان العلاج بادويه ستاندرد كده يعني دواء لعلاج الحراره وعلاج المغص وعلاج الام الظهر، يعني هو كان دواء بيعمل كل حاجه، فكانت الادويه محدوده والماده الفعاله بتاعتها ضعيفه فتاخد منها كتير كتير، تقعد العلاج بيقعد مده طويله يعني تقعد تاخده مده طويله، بعض الامراض كانت كده وبعض العلاجات كانت كده. كان زمان يديك هو دواء دوايين بالكتير، دلوقتي انت تروح المستشفى الدكتور ممكن يكتب لك اربع ادويه او خمس ادويه، زمان لا ماكسيموم هو دوايين ما اقدرش اديك اكتر من كده، الناس ممكن تعمل ثوره علينا مش هينفع. هو دوايين، واصلا اللي هتروح الصيدليه مش هتلاقي غير الدوايين دول، مفيش حاجه اسمها دواء بديل بقى ولا الكلام ده. طيب ده من اسرار روسيا. نرجع تاني لاسرار محمود. قلت لك على سر بقى موضوع ان انا ليه بعمل بعض النكات او بعض
الاسقاطات في الكلام علشان الناس اللي ما بتركزش يبانوا لي ان في ناس اهي ما بتركزش لسه، لسه المرض موجود. فاعمل حلقه بعد كده على الموضوع ده. طيب فبالنسبه لي برضو ايه، في الحلقات اللي انا بعملها بيبقى في حلقات قصيره قوي وحلقات طويله قوي. ليه؟ لان حضرتك انا بعملش مونتاج، انا اللي بيجي على الاجنده اللي انا حددها للموضوع ده في دماغي بقولها ورا بعضها كده، ايه زي ما حضراتكم شايفين. الايقافات تعتبر معدومه او شبه معدومه او قليله جدا، يعني الفيديو ده فيه مثلا ايه كام ايقاف كده، ده حاجه متقدمه جدا متميز يعني، لكن معظم الفيديوهات بتبقى من غير ايقافات من غير مونتاج، بتترفع على طول على اليوتيوب وبتشوفها حضرتك. لكن فعشان كده الوقت انا مش رابط نفسي بوقت، مش لازم 8 دقائق عشان الربح يتفعل، مفيش كلام ده، ما عنديش القيود دي. زي ما حضرتك بتشوف برضو ايه، ولا مره بقول لك اشترك، ولا مره بقول لك لايك، ولا بقول لك فعل الجرس والكلام الفاضي ده. ليه يعني؟ مش الحاجات دي حضرتك اللي هتدوس عليها، حضرتك قرار بتاعك انت. طب انا دخلي ايه؟ طيب المحتوى عجبك او ما عجبكش، مش ده برضو قرارك انت؟ طيب بناء على ايه حضرتك بتعمل لايك او اشتراك؟ مش بناء على المحتوى عجبك او فرق معاك او هيفيدك في المستقبل المحتوى اللي من النوع ده ولا لا؟ فقرار بناء على عجبك او لا. فانا بقى اجي اقول لك اتخطى ده كله، اقول الفيديو اكيد عجبك وحط لايك بقى واشترك، ايه التسلط ده؟ ده انا من الاعمده الاساسيه في الموضوعات اللي بطرحها في القناه، هو تصدي للتسلط في الراي، هو التصلب في الراي والاملاءات الدكتاتوريه في الحياه. يعني لما تبقى واحده روسيه مثلا دكتاتوره مثلا على جوزها وتقول له اعمل كذا واحنا عندنا ما بنعملش كذا وانت روح هنا، انت ايه اللي معادك كده، اللي هي ماما بقى الابله اللي هضربك بالعصايه لو ما عملتش اللي انا بقول عليه. انا بقول لك لا، واحده زي دي ما تتجوزهاش اصلا. فلذلك دي من الحاجات الاساسيه قبل الجواز، لو واحده دكتاتوره بتاعت املاءات قول لها لا سوري معلش، مش انا، مش ليا، روح عيش الدور ده على اي خرتيت ماشي في الشارع، اي كلب معدي. لكن حضرتك انا راجل محترم، انا انسان في الاول في الاخر، عايز واحد تكون انسانيته ممحيه اتفضلي. الطابور طويل، في ناس كتيره تحب كده، اتمنى ان يكون مشاهدي القناه ما فيهاش حد من النوع ده. خلصت الحلقه، في ريحه حلوه، في ريحه كباب، في ريحه شاشلك، في حد بيشوي حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم، امين.